واكبت كاميرا اي تي في العدالة وصول الجماهير العراقية إلى الكويت عبر منفذ العبدلي الحدودي لحضور مباراة المنتخبين الشقيقين المقررة غدا في تصفيات كأس العالم 2026، مشيدة بالتسهيلات وتعاون السلطات الكويتية والاستقبال. نتابع. وقلت يا كويت دم وروح والنفس وكل شيء يصنع في الكويت يقتبس، ما سولف احنا وايد لاب 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 لاب. ديربي الخليجي العراقي الكويتي سنوات طويله غاب هذا الديربي، يعود اليوم على ارض الكويت ان شاء الله. عاد صح طلعكم زعلانين هالعراق؟ لا ما نطلعون ان شاء الله، اخوان احنا متأهلين ان شاء الله. خاصين متأهلين اول على المجموعه. بعد احنا نشكر دوله الكويت على الاجراءات وعلى سلاسه التعامل وعلى الترحيب الحار، جدا ممنونين وان شاء الله اشقاء واخوان الى الابد. احنا لهوسنا جيبي كاس ونردح بيه، احنا لهوسنا. ها قول لي من يفوز؟ العراق. الكويت راح يفوز. فوزك منو؟ عراقي اكيد. ان شاء الله ان شاء الله جايين والفوز للعراق. انت مستعجل؟ ابد ما فيها مجال. من يفوز عاد المباراه؟ الكويت العراق. انا الود ودي الكويت. جديدة هذه؟ اي اي. ليش؟ لان احنا نريد ترجع الكويت من السبعينات، ايام السبعينات هم لحق علي العنبري الدخيل جاسم اي هاي ملحق عليه انا. اجواء حلوه وان شاء الله ماكو فرق الكويت ولا العراق. يعني احنا فاز الكويت ما تزعل؟ لا والله ما ازعل، الله شاهد ما ازعل. ولا فاز العراق؟ والله بعد فرحة كبيرة. الفرحة فرحتين ان شاء الله. نشكركم على حسن الاستقبال وحسن الضيافة، ولا هي غريبة يعني ان شاء الله عليكم. والشكر موصول كذلك الى وزارة الداخلية وقسم الجمارك، والله مبروكين هالناس ولا قصروا معانا يعني من زمان الى الحين، ولا هي غريبة عليكم، هذه ديرتنا وهلنا. وحنا الأمانة يعني نفرح ان لا فاز الكويت ونستانس لا فاز العراق. اول شيء اريد اشكر الاستقبال الرائع من الضباط اللي موجودين بالمنفذ، استقبال رائع من دخولنا الى ان وصلنا هنا بالابتسامه بالرقي اللي عندهم بالتقنيه اللي موجوده بالمنفذ. ما تاخرنا، ما حسينا احنا ببلد غريب، حسينا ببلدنا الثاني. ان شاء الله فايزين. احنا تاخذون عيوننا بس النقاط لا بعيوننا. الله يخليك. احنا نبي عيونكنا بالنقاط. لا بس عيوني النقاط لا. جاي ناخذ 3 نقاط ونروح. احنا راح نحتفل رغم فوز او خساره او تعادل، احنا بكل الاحوال راح نحتفل وياكم. دي مباراة كبيرة وانتم يعني شقاءنا ان شاء الله.